ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومشاهدي قناة الهواري الطب الأصيل. النهاردة معانا حبة نخش فيها سريعا كده لأن فوائدها كتيرة جدا. أول حاجة ليها بتخرج الرطوبة من الجسم نهائي خالص، بتضيق بضيق النفس، مفيدة جدا لضيق النفس، للقولون، للسدد، الأوردة والشرايين، للحصى في حالة إن هي هتتشرب شربا، بتزيل الصداع المزمن النهائي، للبرص، للديدان، للقروح، للبلغم، لوجع الظهر، لعرق النساء، لوجع الورك، لمضرة للطمث شربا وطلاء. طبعا انا بحكي على حاجة واحدة ما شاء الله، عمال مش عارف اخد نفسي منها يعني. للكحة في حالة انها تطحن وتشرب ماء بالمية السخنة، تمام. بتمنع تساقط الشعر شربا فقط، حالة ان انا هشربها ان شاء الله بتمنع تساقط الشعر. لو في حالة البيض برشت، البيض برشت يعني اللي ما يعرفوش اكيد يعني موجود يعني عندنا، لو اضافت للبيض برشت مهيجه للباه جدا جدا جدا. ولكن لابد ان احنا نضيف معاها السكر في حاله الشرب عشان اعراضها الجانبيه، والبديل بتاعها عشبه الخردل، تمام. العشبه بتاعتنا النهارده اسمها حب الرشاد، حب الرشاد. لو عجبكم الفيديو لايك ونشير ونشترك ان شاء الله، يعني عشان اغلب قدر المشاهدين يتابع معانا ويشوفنا ويستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.